تفضل للأمرأة المغربية اللي هي شريكتي اللي هي أصرت علي إنه نعمل انطلاق في المغرب. فكرت الصراحة يكون في رهان، بس طلع الرهان والربحان مع يلي هو بالفعل أثبت الحلاق المغربي إنه بحاجة للدعم من ناحية قطاع الحلاقة والتجميل. وكذلك الأمر شجعني ليكون في بالفعل جيل جديد يؤسس للتاريخ من المغرب، وهذا جد شغلة كثير مهمة. والحضور الحمد لله كثير رائع، والاشخاص اليوم اللي عملوا شو حتى بهذا الايفنت كانوا كله بروفيسيونيل مثل ما انتم شفتوا. كنشكر الاتحاد العام لكبار المزينين على هذا التكريم هذا، وانا فرحانه بزاف كنتكرم في هذا النهار هذا وفي هذا الحدث الكبير، وكذلك في عيد الاستقلال. فهذا كيزيد يفرحني وكيزيد يشجعني اكثر باش نزيد نعطي ونعطي اكثر للجمهور ديالي. أنا فرحان وسعيد بالتكريم ديالي في هذه المناسبة، يعني من طرف المزينين العرب، ولي الشرف أنني نتكرم في هذه الليلة، وهذا حافز لي إن شاء الله. نتمنى لهم الخير والنجاح في المهنة ديالهم، لأن مهنة ماشي سهلة، وأنا كنتواصل معهم بحكم الحراس، كنشوف داك الشيء يعني مباشرة العروسات وهذا كيفاش مزينين، وهذا بحد ذاته يعني فن داخل في الفن ديالنا وفي الثقافة ديالنا. الحضور ديالي في هذا المهرجان أو هذا اللقاء عن التجميل أو الجمال، هو أولا احنا هذا تكريم ولين تشريف، وإنسان خصو يساهم فيه، لأن الحضور كيعطي له واحد القيمة مضافة لا لنا لا لهم، وهذا الشيء اللي ابتدعوا فيه وداروه ما هو غير مشرف للمرأة المغربية والجمال العربي، لأنه ليس بخاص للنساء، هو خاص للنساء أو الرجال العرب. وكاين جمال اللي عند الرجال وعند النساء، وحنا بالخصوص هذا كاين واحد الاتجاه للمرأة العربية، وهذا شيء لازم الإنسان يساهم فيه، وأنا فخور نكون هنايا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.